علمكم السحر فلو قطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما غدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بني فلا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقة بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت فقبضت من هذا الرسول فنشرتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون نافذا فإن أكبر إن لك وعدا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا فحرق أنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحزن يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحن المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثوا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثوا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها صاعا مصفقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب أشحمنا ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجب بقرآنه من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم تجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فأذنك لا تغمر فيها ولا تضحى ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك تجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في أسلافهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجبا مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وحر طرف النهار لعلك